هل غلطة الراجل المثالي ممكن تعدي، ولا المرأة بتشوفها ازاي؟ ايه هي الطريقة الأفضل في التعامل معاها؟ هل بنعديها ونسامح عشان كل اللي كان بيعمله كان حلو طول الوقت ورصيده يسمح، ولا الصدمة بتكون أكبر عشان غلطة الشاطر بألف وعشان كانت مدياه الأمان والاطمئنان؟ منورنا مجموعة متميزة من ضيوفنا الرائعين، الكاتب الصحفي زميلنا الأستاذ محمد صلاح، أهلا بحضرتك. دكتور عمرو عسل، أهلا بحضرتك. والستات رانيا راندا إليه، أهلا بيك يا راندا. وجيهان عبد الهادي، أهلا يا جيهان. اهلا وسهلا بحضراتكم، نورتونا وشرفتونا. واسمحوا لي ان انا اختلف مع العنوان بتاع الحلقه لما سوير اتكلمت وقالت التقديم. احنا يعني ادينا صفه للرجل وكان ان الراجل ده لو هو موجود يبقى يعني ده اللي مش طبيعي. فكره ان انا اقول على الرجل المثالي كده، انا قلت يبقى في راجل مثالي في راجل مش مثالي، مع ان الطبيعي جدا ان كل الرجاله شايفين نفسهم مثاليين. صح ولا انا غلطانه؟ يعني مثالي الستات؟ لا، مثالي الرجاله شايفين لا. نفسهم. لا، مفيش راجل مثالي. مفيش راجل مثالي؟ لا لا، هو احنا بشر يعني. يعني صح كده؟ احنا بشر. انت بشر. ولا في سيده مثاليه. احنا ما قلناش، ما احنا ما جبناش على الحلقه دي. ده حلقه ثانيه يعني. لا يعني انت مع لا مفيش راجل مثالي. مفيش راجل مثالي. لا إذا العنوان غلط. أي بشر معرض إنه يقع في أخطاء أو يخطئ حسب الضغوط وحسب المراحل العمرية اللي بيمر بيها وحسب الظروف المحيطة وهكذا. أنا متفقة معاك جدا، متفقين. إحنا متفقين في وجهة الرأي. إحنا شايفين إن فكرة إن أنا أقول على رجل وأوصف مجموعة من الرجال على إنهم مثاليين، المثالي معلش فده معناه إن هو منزه عن الخطأ. بس المثالي اللي هو بيعمل كل حاجة حلوة وفي كل المواصفات الجيدة أو أغلب المواصفات، هو ده مش الطبيعي، ده شخص مثالي. هو ده هو بشر. لا، هو لما عمل علاقة خارج إطار الظروف يعني اتجوز على أوكي. فكرة ممكن حد يقولك ما هو اتجوز، طيب ما هيعملها صح. لو هو مثالي كان هيعملها صح، مش هيتكشف يعني. طب ما نطلع بره شويه، ده ما كانش هيتكشف. نطلع بره مفهوم الضيق بتاع اللي هو الراجل المثالي او الكلام ده. هو ايه تعريف المثاليه اصلا؟ يعني هو المثاليه دي مش حاجه مطلقه. المثاليه دي بالظبط ان هو مش منزه عن الخطا، بس كل تصرفاته جيده. طب خليه اشرح لنا في وجهه نظرك انت راجل، لما نقول من هو الرجل المثالي؟ هو الشخص المثالي بغض النظر راجل او ست، كويس؟ اوكي حلو. هو مفيش حد مثالي طالما لكل منا عيوبه. فانا النهارده انا قد اكون رجل مثالي، كويس، بس طب هي البارتنر او شريكه الحياه هل هي مثاليه؟ عشان ابقى مثالي مدى الحياه او في كل الامور، المثاليه بتنحصر في امور معينه. يعني انا مثالي في مواقف معينه قد اكون فيها مثالي. انا مثالي في تربيه ولادي، انا مثالي في علاقتك مع مراتك مهنيا، انا ممكن ابقى مثالي في شغلي، لكن مش في علاقتك مع مراتك. ناعم وظريف وبتدلع مراتك وبتخرجها. في شخص اكروس ذا بورد ده ممكن مثالي. ما يبقاش مثال، ممكن يبقى مخادع يعني. لا احنا بنفترض انه ممثل. لا طب خلينا نقول الراجل الراجل، انتوا كرجاله فتحتوا اكتر من موضوع. الراجل الكويس اللي بيتضرب بيه المثل. اوكي، ممكن اقول حاجه في تعريف المثاليه. هو المثالي يعني مجازا ان هو مناسب للشريكه دي. يعني ما فيش حد مثالي ولا راجل ولا ست، لكن انا ممكن اقابل حد احس ان هو مناسب ليا. ما هي معنى كلمه مثاليه ايه؟ هي كلمه فلسفيه معناها ان هو مناسب ليا، اعلى، اسمى، افضل. يبقى فانا ممكن لما اقابل حد بالظبط او مناسب من وجهه نظر حد تاني. لحد في روايه احدهم قد يكون سيء كتيره بالظبط.